آه الحمد لله الدم وقف. سيرك في الخطة بتاعتي. خطة ايه؟ انت فاكر كسر لي السنة كده؟ انا اللي مصدر له بقى يا ابني، اصل السنة دي كانت متلخلخة، وبعدين انا حاسس ان دي هتبقى علامة مميزة للنجومية، هبقى ابو سنة جنان. ياه سابوك ده طلع أروبا، قرى دماغي قام هدده بالتقرير الطبي، لولا اللي عملناه انا ابوك ده الحوار ما كانش هيخلص. هتستهبل يا شقة ولا بتهرب من الحقيقة؟ احنا اتطحنا. اتطحنا اه بس بشرف. لعلمك انا هسيب السنة دي ذكرى للمعركة. يعني كانت معركة العالمين انت كمان؟ بس بصراحة يعني يا شقة أول مرة أشوفك بتخش خناقة بقلب كده. يا ده أنا ما دريتش بنفسي، أول ما لقيت اللي اسمه رشاد ده نطرك في الشارع قلت له إلا أخويا. ده ايوه صح فكرتني، اصيل اخويا. عيب عليك يا جدع، ده احنا اخوات، مع انك ما تستاهلش. ليه بس كده يا عم؟ انا مرسيك على الفوله وعلى حوار عريس نونه، رحت انت سخنت الدنيا بين ابوك وبغدادي وقفلت لي الموضوع ضبه ومفتاح. ما كانش قصدي والله يا شقة. وبعدين اول ما عرفت ان اللي اسمه رشاد ده بينط على شغلنا ما قدرتش اسكت. لا ما تسكتش وانسى انا نونه بقى. لا يا عم تنساه ليه؟ سيبها على ربنا، ربك هيحلها ان شاء الله. دروب عليا انا اللي هتدوس على قلبي وانسى حب عمري الوحيد كراميلا. ليه يا ابني بتقول كده؟ انت مش قلت لي قابلت مصطفى قمر وقال لك كلمتين كده حمسوك وخلاص وكلام جمد قلبك وروح قول لها فين ده؟ مش قادر يا شوقة، ما انت عارف يا اخي كل ما بتحمس كده واجري عشان اتكلم معاها ما بقدرش. ببص لروحي كده بقرف يعني من لبسي ومن شكلي ومن ريحتي. تقولش كده يا زيك، انت احسن من مليون شاب. ويا سيدي لو على لبسك اطلع على الواد بولة نقي انقح طقم من عنده وخده وانزل بيه الشغل عادي وقابلها واتكلم. بولة؟ تصدق انت جبت لي فكره بنت لذينه. ايه؟ احنا نعمل يونيفورم دلوقتي الساعه 1 بالليل هنقوم نطبخ ونولع الفرن. يا جاهل، يونيفورم يعني نعمل طقم جديد للشغل. اه نشتري من فرن جاهز. ولا شغالك ونظافك تسرقني بعد يومين شغل يا بنيل؟ خرب بيتك. اخص عليك يا بليله. سامحيني والنبي يا لسه، سامحيني الفلوس زغللت عيني. يا اخويا لو كل واحد فينا عينيه اتزغللت لما شاف فلوس كنا كلنا بقينا شمال. تحب نسلمه للبوليس يا انسه؟ لا بوليس ولا غيره، اتنقل على عينك انت كمان بمجايبك السودا. يلا يلا غور من وش ربك حليم ستار. ربنا يعمر بيتك يا انسه. تلاقيش يا انسه، ان شاء الله من بكره في خلال 24 ساعه اكون وجد لك البديل ولازم يكون شريف. عايز تجيب ايه تاني ما تتعاد؟ مساء الورد والفل والياسمين يا قمر. عن اذنك بقى يا نسا اروح اقيم اداء الفرقه في الصاله.